إنما شهدناه مؤخرا من تكرار صور تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف في كل من السويد والدنمارك دون حسيب أو رقيب ودون أدنى مساءلة أو مراجعة، لا يمثل انتهاكا صارخا لقيم التعايش والاحترام المتبادل واستفزازا جليا لمشاعر سائر المسلمين عبر المعمورة الذين يستنكرون ازدراء حرمة كتاب الله الذي يحوي كلامه المنزل والمنزه. وفي هذا السياق نجدد التعبير عن إدانتنا الشديدة لهذه الأفعال المقيتة والتصرفات المشينة، ونرفض رفضا قاطعا المحاولات المتكررة لتبرير وتسويغ هذه الاعتداءات النكراء عبر التذرع أو التحجج بحرية الرأي أو التعبير. ومنظمتنا التي تحمل لواء الدفاع عن الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم وتطلع بعهدة الذود عن مقدساتهم في كل وقت وحين، مطالبة اليوم بصفة أكيدة وملحة بتعبئة وتنظيم جهودنا الجماعية للرد على الذين يدنسون كتابا لبه التعايش والتسامح والتحاور.